الأخت نهال من بريطانيا، أهلا وسهلا فيك. سلام ونعمة حضرة القسيس نزار، برحب بحضرتك وبكل المشاهدين الكرام الغاليين على قلب الرب، وعلشان هم غاليين على قلب الرب حضرتك بكل المحبة جاي برسالة خاصة وهامة جدا، وهي ان كل من يقبل المسيح ينال الخلاص ويحصل على حياة أبدية هو اللي دفع ثمنها بدمه الغالي الثمين. وعلشان كده بصلي من كل قلبي لكل مشاهد لسه معاند لهذه الرسالة، أو حتى لسه مش مصدق أن الكلام ده ليه، وأن خطاياه تقيلة جدا لدرجة أنه ما ينفعش يتقرب بيها لله، أو النوع الآخر من المشاهدين اللي حاسس أن أنا كويس وما بغلطش وبعمل أعمال حسنة من صوم وصلاة وزكاة ودفع عشور إلى آخره من الأعمال الحسنة، وكأن لسان حاله أنا مش محتاج لعمل الصليب والمسيح وعمال يضيع الوقت في عناد ورفض. عايز أقول بمنتهى الحب، العمر مش مضمون والموت ما بيستأذنش، من فضلك كن مستعدا لمقابلة الرب في اليوم الأخير، والاستعداد ده لا يمكن يكون إلا بقبول الرب يسوع وعمله. ليه؟ لأنه زي ما سمعنا هو مش بس نبي عظيم وعمل شوية معجزات ويملك تعاليم سامية، لا، ده خلق من الطين عيون للأعمى، والخلق ده شيء مهم مختص بالله وحده، الله وحده. بصراحة عايزة أوشوش كل مشاهد في ودانه وأقول له ليه بترفض المسيح وعمله على الصليب، وتقول في قلبك لا صلب ولا مات ولا قام لكن شبه لهم. ده عيسى ابن مريم موصوف بأنه الصادق الأمين في جميع الأديان، هو ما بيكذبش، لم يفعل خطية ولم ينخصه الشيطان، فليه ما بتصدقوش النهاردة وروح وصلي على ركبك وقول له أنا أقبل عملك وغفرانك لخطاياي، لأنه بصراحة من الآخر كده البهريز ليس بأحد غيره الخلاص، ولا أحد يستطيع أن يوفي ديوني وتمن خطاياي إلا الخالي من الخطايا، لأن كل الأنبياء أخطأوا، لكن الوحيد القادر المتوفر في هذه الشروط هو الرب يسوع وحده. وعشان كده هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة، اللي يؤمن به هينال الحياة الأبدية، ومن لم يؤمن به لا ينال الحياة الأبدية بل سيمكث عليه غضب الله. شكرا كثير، شكرا كثير يا أخت نهال، ربنا يباركك على هذه الرسالة.